هلو، السلام عليكم، اكو محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من مودة تراريا. طبعا هاي الحلقة حتكون عبارة عن من جايبينه اللي عندي، جايبينه من السنة منزلينه علي. بعدوه عني، ما بدي اياه. رونون. اوكي، طبعا هاي الحلقة حتكون عبارة عن دراغون بول زد. اتوقع اغلبيته ما حيكون عن المودات الثانية او المود الثاني، لانه المود الثاني الزعماء تبعونه حيكونوا بعد الميكانيكال بوسز اللي حيعطونا هالبني ادم، واللي اتوقع اني حصير استعمل هاشي اكتر، لانه هاشي ما بكشف لي كيف شكل الزعيم. هاي شغلة منيحة. لا سكرها. اوكي، المهم قتلت الوولف فلاش طبعا. ما كان كتير صعب، وطلعت على هارد مود. بس طلعت على هارد مود طبعا عطوني شيء اسمه الانستنت ترانزميشن، اللي بحسن انتقل فيه عند الام بي سيز. فهلا بس نخلص من هون بدي انتقل لعندهم. حاليا عم بجمع الشيء اللي اسمه انجري فول كي، و اعطاني اكسسوري زياده اللي هي هاي، وهاي الشغله بتعطيني 500 انكريس ماكس كي وانكريس سبيد تشارجنج. يعني ما هو كتير مهم، بس هالشيء لما احطه بيعطيني الهانتر افكت، والهانتر افكت طبعا اللي بيورجيني الانيميز او مكان الانيميز. يعني شوف هون مبينين عندي هدول البشر كلهم، خليني اقتلهم شوي مشان يرسب له عندي. اوكي، شو عم تبيعني انت؟ واقف جنبي صار لك يا ما كان بدي اسوي هيك. المهم كان بدي اورجيكم هالشي. طبعا هالشي لما احط الماوس على ان بي سي محدد واكبس اي بيسوي له عنده ترانزميشن وبنتقل لعنده مره واحده. وهاي شغله من دراغون بول. شو عم تبيع ولا شيء؟ المهم في شغلة كنت بدي اسويها عند اي بني ادم، والبني ادم بيعين الجواهر. هذا هو بدي هالبني ادم، و صار بيعين كتير شغلات. ما بدي كل هالشغلات، بدي بس كم حبة روبي. في ادم كان بيعين جولد، بدي جولد. زائد انه فصلت الجنجل عن الكربشن. انا اوجيكم كيف فصلتهم. فصلتهم بهاي الطريقة، اللي هو انه استعملت البرنامج هداك لانه ماني فاضي للموضوع كله. ففي شغلة مهمة كتير، لو هتستعمل هذاك البرنامج نصيحة لا تستعمل النسخة الجديدة، لأن استعملت النسخة الجديدة وسوالي كونفرت للماب نفسه، حوله من ماب 1.3 نزله ل 1.4 أو طلع ل 1.4. فلو بدك ترفع ماب ل 1.4 استخدم البرنامج الجديد أو الأبديت الأخير، بس غير هيك استخدم الأبديتات القديمة على المودات. نصيحة، انا كان عندي باك اب فايل فمشان هيك لحقت حالي على الماب، ولا كانت راحت السلسله في داهيه كلها. المهم اعطيني كينج سلايم، تعال هون. كم واحد باك اب احسن اسوي؟ انا احسن اسوي الكل. يب، وهذا خلينا نرجع هلا وننزل لتحت مره ثانيه. المفروض اني احسن اجمع سولز اوف نايت وسولز ومو سولز اوف نايت، لا سولز اوف نايت وانجري فول كي. المفروض اني احسن اجمعهم بسرعه. اوكي، انت تعال لعندي وانا هتحول على السوبر سايان وحينتقل لعندي وحفنشو، صح؟ مفروض هيك. انت قلتوا لي عن هاي بالسلسله الماضيه. هالشيت مات معي كي. انا باللافا. لا ما حموت لسلايم، لكينج سلايم. حموت لكينج سلايم، ما حموت لكينج سلايم. شو صار؟ اوكي، حيحتروا اقل شيء. متى معي كي؟ نسيت الموضوع كله. بس نزل لي كثير منهم. هدول المفروض ما يختفوا لانه شالوا مصاري. نازلكم ولا اختفوا للاسف. بس نزل لي كميه منيحه. صار معي 30 حبه من هدول، انا بدي كثير منهم. اوكي، مره ثانيه. هاي المرة حعبي الكي تبعي كامل وححط هذا، لانه هذا هالشي هالاكسسوري اللي سويته ما كان غالي ابدا، كان من الاسنس تبعوت البري هارد مود كلهم. اجيب منهم شوي من كل وحدة واجمعهم مع بعض وبيعطيني هالشي. وطبعا هالشي كتير منيح، اعطاني 500 كي زيادة وانكريس سبيد وايل تشارجنج. يعني بس اسوي تشارج هيك بيعطيني سبيد اكتر، فهالشي كتير مفيد. بس انا ما بعرف لاي درجة السبيد. Not bad بصراحة، بس لأنه بس أحاول أسويها ما بحسن أتحرك بنوب. فخليني أشيل هدول الأنميز.
مع السلامة. مع السلامة. اوكي سوي تشارج يا زلمة. رو من هون خير. كم واحد بده يجي؟ اوكي وتحول هلا. طبعا التحول بيعطيني كتير كتير دامج. خليني ما اموت مرة تانية. خليني استعمل هذا لانه هذا احسن. هيك خيب قديش نزل منهم لتحت. في كمية كبيرة نزلت لتحت. لازم انزل الحقهم. اوكي مع السلامة. اتوقع ان هدول كملوا على الهيل لاخر شيء. يب. او هنا كمان قتلت ولف ليش. او نايس. ها بيعطيني البرايت فول نسيت. اوكي زائد انه نسيت اوجيكم شغله. في لسه سولز ثانيين. اهلين. اتمنى لو كان معي الشغله اللي بتساعدك بس ما هي معي. اتوقع انه بيطلع هون. مو متاكد بس على الاغلب جبته من هون. لا لا تصيبني. يب من هون في هذا السيف. فهدول بيعطوني سولز جديده. تعال عندي سيف. ما نزل سولز. بدي سولز. وفي واحد عم يرمي شغلات. ليزر سلحيه. طيب من هون هاي نزلت سولز. خلينا نشوف اسم السولز هذول. اسمهم سولز اوف سبايت. اوكي روح ستيبل كي. روح هاد. روح. اتوقع اني عرفت شو السبب اللي عم ينزلوه. استنى شوي. اتوقع اني عرفت شو السبب. ارجع شوي لورا. و لو بجي عند هالبني ادم وبروح عند الجنجل اجي لهون. ممكن هن عم ينزلوه. ممكن هدول البشر عم ينزلوه بس لازم يكون بالليل مو هلا. اوه في واحد هون صح. في واحد بيطلع لي هون. هذا هو الزلمه. ما بحسن اضربه. كل مره بضربه البيتس تبعوتي ما بحسن يلمسوه. كل مره بحسن كل مره بضربه بيكتب لي بثاتك او مثير للشفقه. ف وضعه كتير غريب. اوكي مفروض اوزع الام بي سي تبعوني بما انه تحول الموضوع ل بحسن اتنقل لعندهم. وفي عندي كتير لسه لازم اسوي بيوت كتيرة. فخليني ازيد كل هالشغلات هون. وبدنا نطور الهلمت اول شيء. خليني اطور الهلمت. هذا هو الريلك بار طبعا. بس انا اجيب طلعت من الاندر جراوند سنو او من هون. هالمكان تبع سنو بس اجيبه من هون. و في ترجر باك ضاع هون. ترجر باك ها عم يتنقل. ها وات ليش ترجر باك قاعد متنقل هيك. المهم هالبني ادم سوبر كم بس اطورها بسرعه. اهدوا شوي. لا مو هلا. شو كان بدي. اوه لازم اروح على الاوشن اجمع شويه شغلات. اوكي انت وديني على الاوشن. وديني على الاوشن. وين الاوشن؟ هذا هو يسار. لازم اجمع شوي من هدول. هاي اثنين. لا بدي انا اسوي هيك وخلاص. اربعة بدي واحدة من هدول. كم اعطيني اياها. ها هي. يب ها هي. خمسة من هدول. وهلا برجع لهون بدي الدومايت بار. ها هذا هو. بدي اتوقع عشرة منه. لا خمسة منه. فبشيل خمسة من هاد زدت هون. خمسة من هاد زدت هون. وهلا المفروض اروح احسن اطور هلمت تبعيتي عند الانفل. وات ليش ما احسن اطورها. ديمون التر. اوه وهنا كمان طبعا سويت نفس الطريقة تبعيت الجنجل. حطيت كلي. فحطيت اربعة باربعة كلي. و وات ذا فك. اوكي هاي شغلات الجنجل. شغلات الجنجل كتير قوية بالبداية الهارد مود حتى بعدين. عن نهاية الهارد مود
شغلات الجنجل كتير قوية يا جماعة. لازم يضعفوهم هواية كتير. بدي اطور الوينجز تبعوني لانه كمان سرعتي بالارض غير سرعتي لما اطير. خيب قديش بنزل هون، ما في ولا ديما، في ديمون انتر بس اليسار. اوكي اعطيني الهلمت تبعي وخليني ارجع. هاي الهلمت لها تطويرة لسه؟ لها تطويرة خيبة. 24 رينج، ما بدي الرينج، ما بهمني الرينج انا. هاي كيف اسويها؟ لا هاي كيوس بريزم، معي البريزم العادية. هدول هنا معي، هدول البريزم اللي بتحفرهم وبتسوي فيهم البوبي. نو ما بديها. اوه خمسة منهم بتسوي الكياس بريزم على الهولوت فورج. شو الهولوت فورج؟ خيبة في الف شغلة. اوكي نرجع الشغلات المهمة، طورنا الهلمت، طورنا هالشي. بدي اطور هالشي كمان مشان يرفع لي الكي بدال 500 يصير يخليه 1000، وحنطلع على 2000 وشوي تقريبا. بدي السول اوف وات ذا فوك، سول اوف انتيتي، اتوقع انه انتيتي. من وين بجيبها؟ اوكي مشان اجيب هالسول لازم اقتل الثلاثه ميكانيكال بوسز، وهذا الشيء انا ماني مهتم له كثير هلا، او حنقاتله بس حيكونوا سريعين. وهدول بيعطوني دي باف، او بيعطوني بخلوني اسوي دي باف محدد. هاي تطويره لهاي واللي هي نوت باد بصراحه، بس بدي السولز لازم اتلو ثلاثه ميكانيكال 250. خيبه شو بدك مني؟ شو هذا؟ بدي اجمعهم كتير، بدي اجمع منهم كتير. اوه ترانكس سول سيف ترانكس، لازم لي هولد بار. دراجون رادار، وات ذا فاك دراجون رادار، وين بجيبه؟ بس انا اخيرا اجيب التنين هداك. هو الاغلب في له تطويره لسه، في له تطويره MK3 اتوقع بعد ما اجمع الزلمه هداك. لا ما بدي البيور، بدي رجعني للعادي. بعد ما اجمعهم ويرجع يطير اتوقع لازم استخدم الرادار الاول لحتى لي احسن اجيبه مره ثانيه. البيج بانك اوكي هذا سهل. كابلاست او سول اوف انتيتي، استخدم الميسينكو. اوكي 25 15 40 ولازم اجيب من هاي. يا الله بدي كم، 70 و50 بدي 120 ولسه بدي 150 واحده من هدول. اوكي كينج سلايم وينك؟ لا لا هذا هو، اعطيني الاربعة وانا مهتم بس اسوي لهم ستاك لو شلتهم من البوكس. او صح قبل لازم نطور الوينجز تبعونا. كم حبة سولز فلايت معي؟ سول، لا مو هيك تكتب سول، سولز فلايت يس معي 30 بالضبط. وهلا بدي ديمون لنقول، لا هذا هو الديمون، الديمون زبالة لا تسوي الديمون. ممكن اسوي تبعوت المودات، عم فكر اسوي تبعوت المودات. سولز اوف سبايت اتوقع معي اوريدي سولز اوف سبايت، نيفر مايند معي ثلاثة بس بحسن اجيبهم. هافر بورد حسوي تبعوت السولز وخلص. ماج تبع النار ولا تبع ال حسوي تبع النار، النار شكله احلى. اوكي حاليا بعد ما خلصت الموضوع كله وجمعت من هدول 25 وجمعت ثلاثة باكت لافا وسولز اوف لايت مشان اسويهم، طلعتهم مثل الانفل وانا لسه ما كسرت اصلا الالتر كله على بعضه، ف لسه في عندي شغل. وانتو ثلاثة شو هتعطوني؟ واحد كوبالت نايس، كوبالت بحبه، واوركالكم اوركالكم ما بحبه، تيتانيوم بحبه. ليش تود ليش؟ اوكي صار معي سولز اوف نايت لبعد بكره، ما عاد احتاج سولز اوف نايت ابدا، صار معي 40 سولز اوف نايت غير اللي معي اياهم هون، اللي هون 40 اوريدي كمان، فصار معي كتير سولز اوف نايت ما اتوقع هرجع احتاجهم. والكي هذا اتوقع انه صار معاي بما فيه الكفايه. يا
يب معي 160 نايس. هذا اللي بدي اصلا نجيب الثاني تاني اللي ما في معي منه شد. هذا بدي كمان اكتر من هذا. ف انزل على الهيلو اجيب كينج سلايم. يب اتوقع انا فكرة منيحة. وسوي تيليبورت لان عم يموت من لافا. هاش تموت من لافا. ايوه تعال عندي. او اهلين قبلوا صاحبكم اللافا سلايم اللي اتوقع بحياتكم ما شفتوه وما بدكم تشوفوه اصلا. ومع السلامة. وهلا صار معي بما فيه الكفاية اتوقع. صار معي تبع دستروير بلاش نايس. بدي لهدول بدي لهاي 50 خيبة. سبيريت بوم بدها 50 اتوقع حنسحب عليها شوي او حفرم هون شوي. اوكي او هذا المفروض يعطيني واحدة. يب اعطاني اياها. هلا ارجع ومفروض يكون معي قد ما بدي. اجل عند هاي البيج بانك سبيريت بوم والسوبر كاميها. قديش تطورت؟ 51 ل او تطور بشكل كبير 75. فقديش بس نسوي لها تشارج؟ اتوقع انه بس نسوي لها تشارج ل 8 5 6 8 على شيء صح؟ نفس السبرايت ليش ما تغيروه؟ غيروه اتوقع انها كبرت. بس اتوقع انها كبرت بشكل كبير بس نفس السبرايت. هاي كم بس نسوي لها تشارج؟ او هاي مو تشارج. وات ها بدها وقت بدها وقت عبين ما تطلع. ما بس اضربها ورا بعض. وهذا ها بس نسوي تشارج. لا او شيت خيبه. شو الضربات هذول؟ وفي شيء تاني؟ في شيء تاني. انا جمعت هذول على الفاضي. في هاي لازم اجيب الكاب لاست على السريع. و سيف ترانكس لازم اقتل وحش واحد من الميكانيكال بوسز. و هاي سويناها. هاي ما سويناها. بدي السول بعد الميكانيكال بوسز طبعا. و بدي المسينكو. المفروض احسن اطورها دغري. يب ها هي انرجي شوت. اوكي هذول شو شو اسمهم؟ لا حكينا شو اسمهم. اوكي ها هي تضرب الحيطان مره تانية. بس بترش وبس ترش بتروح لي المانك كله. كم دامجها؟ 96. دامجها كتير عالي. اي دامجها كتير عالي اعلى من هذا حتى. وفي لسه كمان هذا حتى بعد تشارج. ها بسوي له تشارج. بدي شغلات ما بسوي لهم تشارج لان اللي بسوي لهم تشارج ما بحسن اسويهم بالفايتات كتير للاسف. مسينكو كيف كنت بسوي المسينكو؟ اوه بدي من هدول. هدول كرهين عبين ما اجيبهم. خيبه فات فيكسي. وات ذا فوك شو عم يصير معاها؟ اوكي اهدى خيبه. انا شوف شو الموضوع. اوه عنده 1000 اتش بي. 1000 اتش بي اتوقع هذا الشيء وان شوت نايس. طبعا شيء غريب انه انا الشيء المستغرب منه او شيت الشيء المستغرب منه انه ما سويت ساحه لسه. اوكي حستعمل الساحه اللي فوق. المهم الشيء اللي مستغرب منه انه السبيريت بوم هاي اللي او ها بيج بان بيج بانج اتاك السبيريت بوم هاي. المهم ولا واحده منهم بتحسن تسوي له تسوي لهم تشارج. وهذا الشيء كتير غريب لانه بتذكر انه الرجال تم ثلاث حلقات اكثر من ثلاث حلقات تقريبا. كمان كمان وايفر ماني فاضي لك ابدا. هيطلع لي البوس فايت. ما هعذب راسي معه. وايفان مع السلامة. اوكي جماعة شت ما بدي اقتلهم كمان. وفي عندي ساحة بالدزرت. روح الدزرت. شو هذا؟ اوكي ماني مهتم لك كمان. اوكي هحاول تبعت كينج سلايم شوي.
بعرف انه ممكن ما تشوفوا شيء بنوب، بس هحاول اسوي موضوع بسرعه. وينك انت؟ هاد هون، لا خلي لي هاي هون. انتوا تعالوا، خلينا نجيب دستروير. اتوقع هاي الشيء حيشتغل عليه. نيفر مايند، ما مشتغل عليه. بدي شغله تشتغل عليه، او بدي شيء يشتغل عليه. انا ميت اوريدي. هالشي ممكن يشتغل ضد هالشي، بس اتوقع حيكون صعب. ساحة تبعيتي كتير واطية، فهيبهدلني بهدلة. اوه صح، في عندي هاي الساحة اللي هون. انا ذكي كتير. بس نشتريهم؟ ما اتوقع بس نشتريهم، لازم نسويه. و مايلد، مايلد بار، و كمان بدي سولز اوف نايت، وبدي روتن تشانك على الانفل. اتوقع لازم اكون على المثل الانفل. يا الله، ياب لازم اكون على المثل الانفل. لسه الارمر تبعي كتير ضعيف كمان. ف اوكي خليني مال اوركلكم. هلا دورت عليهم كتير، رجعت كسرتهم 1000 مرة. فأتمنى انه لا اوركلكم. اعطيني سبلانكر يرحم اهلك. اوكي هذول الوينجز بصراحة مو حلوين ابدا، مو مناح ابدا، بفضل ما اخذ وينجز عليهم. ف بصراحة لانهم بري هارد مود، فواحد بقول اوكي. ليش عم بتطلع عندك؟ اوكي اخيرا طبعا جبت شغلة اسمها تيتانيوم كوب. هاي تبعيت المود، فححاول اقتل هذا على السريع قبل ما يجينا اي انمي. بفات بعد عني. كمان شو الماونتن معي هذا؟ نيه جبت النيرس كمان للاحتياط، ما في داعي للنيرس للاسف، هموت بسرعة. لا الارمر تبعي كتير ضعيف. نيرس ساعديني، نيرس. اوكي الارمر تبعي كتير ضعيف، فلازم ابعد عنه. اوكي خلصنا اول ويف، لازم تم عايش. اوكي طلع لي عندي نيفر مايند. هي بديش يجو، نسيتني حاط الارمر القديم، بس بدي اياه يجي على ال. اوكي اجا. لا اوكي طير. بدي الكا، بدي الكا، بدي الكا، بدي الكا، بدي الكا، بدي كي. اسف اوكي هجرب اصلخهم. هاي ضربني براسه. في وولف كمان تحت. جي 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 جي. لا كيف من وين طلع؟ لا كيف الناس لسه ما ماتت؟ نيفر مايند. هي ماتت. كمان خلصوا، ما عم يخلصوا، ياهم يخلصوا. حتى متحرك على البلاتفورم، ممكن هالشي يساعد. يا اخي حلو عن البلاتفورم، اليوم الامر مكتمل، ف كلهم جايين. هاي ما بتسوي شيء، هاي بتسوي ون شوت لثلاث ارباع الشغلات. اوكي انتو توفوا مع السلامة. اتوقع انه ما تم في كتير من هدول الطابق. نيفر مايند، في كتير من هدول الطابقات اسف، بس انا لسه ما ضربته بما فيه الكفاية. يا اخي يا الله، لو في شغله تخليني احول الليل لنهار ونهار لليل كان حيكون اسهل، بس المصيبه انه لازم استنى كل هالوقت، ولو نمت كمان ما حتفرق. اوكي طبعا ما لحقت اضبط اي شيء ابدا، كله فايت بالحيط، وما لحقت اضبط الارمر، ما لحقت اضبط الاسلحه كلها، وصلي ساعتين ونص قاعد عم بصور وما لحقت اضبطهم نفس البشر، وما لحقت اقتل ولا واحد من الميكانيكال باسز لانه ما كان في عندي وقت واستعجلنا عليهم. المهم هذا كان كل شيء. اسف على انه ما قتلت ولا واحد، بس جبنا شغلات جديده فالمفروض هيكون شيء منيح. على العموم هذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو. انا اسف لو ما في اي بروجرس، بس حقتل الميكانيكال باسز ورا التصوير، ها حياخذ شويه وقت،
وبعدين حرجع لكم بالزمان تبعوت المودات اللي هن احلى بألف مرة. على العموم هذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو، اذا عجبك لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناة، ومع السلامة.